مرحبا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من إيلا صحتك. أني إيلا راح نتناول وياكم مواضيع مهمة لصحتكم. موضوعنا اليوم يتكلم عن الجهاز المناعي يلي أغلبنا نعرف أنه هو مسؤول بشكل مباشر عن الدفاع بأي مرض مثلا نصاب به أو حتى يمنع إصابتنا ببعض الأمراض. نبدأ وياكم حلقتنا. كل ثانية من حياتنا نتعرض للهجوم من مليارات من البكتيريا والفيروسات والفطريات تحاول أنه تخلي جسمك يكون بيت إلها، ولهذا السبب طورت أجسامنا جيش صغير بس كلش معقد بحراس وجنود واستخبارات ومعامل أسلحة وطرق للتواصل، وكل هذا الشيء حتى تحمينا من الموت. والله دا احكي جد، ما تتخيلون شنو يسوي الجسم حتى يخلينا عايشين وكل هذا بدون ما نحس ايش يصير بداخلنا. اليوم راح نحكي اكثر عن جزئيه معينه وعن بعض من الخلايا واليات اللي يستخدمها الجهاز المناعي حتى يدافع عن جسمنا من اصابته بالامراض. تعالوا نفترض انه الجهاز المناعي عندنا ب 12 وظيفه مختلفه، مثلا قتل العدو والتواصل وهذه الاشياء الى اخره. وهم يحتوي الجهاز المناعي على 21 نوع مختلف من الخلايا وقوتيا من البروتينات، وهاي الخلايا عندها مثلا 4 وظائف مختلفه. زين خلينا نحددهم ونشوف شنو التفاعلات بينهم. هسه راح نحاول نخلي الموضوع شويه ابسط حتى نقدر نفهمه اكثر. اول شيء راح نحكي على بعض الخلايا، مو كلها، بنيتها تكون جدا معقده. هسه نقول اذا صارت اصابه بالجسم شنو راح يصير. خلينا نقول بيوم لطيف بس فجاه وما تدري منين تنجرح مثلا بمسمار، وهذا المسمار بصدى. هنا أول حاجز بجهازك المناعي اللي هو البشرة تم اختراقه. الجراثيم القريبة راح تستغل الفرصة وتفوت من خلال هذا الجرح وتبدي تستغل موارد الجسم حتى تضاعف عددها كل 20 دقيقة تقريبا. بالبداية ما راح تلاحظ أي شيء، بس لما تكثر ويزيد عددها راح تبدي تغير تصرفاتها وتبدي تصير مضرة للجسم. أول شيء يتغير هو البيئة المحيطة لها، يعني بالبداية أخذت وقتها حتى تكثر وتتكاثر وتسيطر، وهنا لازم الجهاز المناعي يتصدى لها بأسرع وقت ممكن. فتجي أول شيء الخلايا الحارسة يلي معروفة باسم الخلايا البلعومية، وتعتبر خلايا كبيرة الحجم تحرس كل المناطق الحدودية للجسم، وبأغلب الحالات تقدر هاي الخلايا وحدها أنه توقف هجوم الجراثيم، لأنه كل خلية تقدر تقريبا تقتل 100 دخيل. وهاي الخلايا راح تبلع الدخلاء وتحجزهم داخل غشاء، وهيجي راح تفتت العدو عن طريق أنزيمات، وهذا الشيء راح يقتلها. ولما كل هذا يصير بجسمنا هي راح تسبب الالتهاب، وهالشيء عن طريق أمر الأوعية الدموية بإطلاق الماء ضمن أرض المعركة، لأن هذا الشيء راح يسهل عليها المهمة. وإحنا راح نلاحظ هذا الشيء من نشوف مثلا تورم بسيط بمكان الجرح. ولما تبقى الخلايا البلعومية تقاتل لوقت طويل راح تطلب الدعم وترسل رسائل بروتينية يلي راح تحدد مكان المعركة وأهمية هذا الطلب. وهنا تترك الخلايا المتعادلة اللي هي أحد أنواع كريات الدم البيضاء مهامها الدورية بالدم وتتجه لأرض المعركة، والخلايا المتعادلة راح تقاتل بشكل عنيف كلش، وهذا الشيء راح يسبب قتل بعض الخلايا السليمة، يعني تقوم ترمي عامي شامي بعد ما تشوف قدامها. وهم راح تولد حواجز تحبس وتقتل بيها البكتيريا، وهي تعتبر كلش خطيرة لأنها طورت نفسها حتى تنتحر بعد 5 أيام، وهالشي حتى تتجنب قيامها بضرر كبير على الجسم. والله كلش إدها هيك يحس بالتضحية هاي الخلايا. كل هذا على مود نبقى عايشين. نكمل. في حال كل هذا ما كفى حتى يوقف الهجوم راح يبدي دماغ الجهاز المناعي
يشتغل، فتتفعل الخلايا المتغصنة وتتجاوب ويا رسائل الجنود وتجمع عينات من العدو، فراح تفتت العدو إلى أجزاء وتربطه بغشائها الخارجي، وهنا لازم تتخذ الخلايا قرار مهم جدا، يعني لازم تستدعي قوات مضادة للفيروسات حتى تطهر خلايا الجسم المصابة، لو تستدعي جيش من البكتيريا القاتلة. بهاي الحالة راح تكون القوات المضادة للبكتيريا هي المطلوبة، وبعدها راح تسافر إلى أقرب عقدة لمفاوية، وهالشي خلال يوم تقريبا، وهنا أكو مليارات من الخلايا المساعدة والخلايا القاتلة التائية يلي تنتظر أنه يتم تفعيلها، ولما تتولد الخلايا التائية راح يدربوها بطريقة معقدة وصعبة جدا، لذلك ما راح يطلع من هذا التدريب إلا ربع العدد تقريبا، وهنا راح تقوم الخلايا المتغصنة تدور على خلايا تائية بأعداد تكون معينة، لأنه هي تريد خلايا تائية تقدر تربط نفسها ويا أجزاء العدو يلي تعرضها الخلايا المتغصنة على غشائها الخارجي، ولما تلقى وحدة راح تبدي سلسلة من التفاعلات، فتتفعل الخلية التائية المساعدة وتتضاعف بسرعة كلش وتوصل آلاف الأعداد. بعضها راح يصير خلايا ذاكرة تائية وتبقى بالعقد اللمفاوية، وهذا الشيء هو يلي راح ينطينا المناعة ضد هذا العدو بالمستقبل. أما البعض الآخر راح يسافر لأرض المعركة حتى يساعد ويفعل معامل أسلحة قوية، ومثل الخلايا التائية تولد الخلايا البائية بأعداد معينة، ولما تلتقي بخلية بائية ويا خلية تائية إلها نفس العدد راح تتضاعف الخلية البائية بشكل هائل وتنتج ملايين من الأسلحة الصغيرة، ولأنه هي دا تبذل جهد كلش كبير توصل لدرجة أنها تموت من التعب بشكل سريع، وهنا الخلايا التائية المساعدة راح تسوي شيء مهم ثاني، فراح تروح تحفز المصانع وتقول لها لا تموتين بعدنا محتاجين إلك وخليك مستمرة بالعمل، يعني تشجعهم على الاستمرار، وهذا الشيء راح يضمن انه هاي المصانع راح تموت بمجرد ما ينتهي الهجوم حتى لا يهدر الجسم طاقة اكثر او يؤذي نفسه. زي شنو هاي الاسلحة يلي تنتجها الخلايا البائية؟ يسموها الاجسام المضادة او الجلوبولين المناعي، وهي بروتينات صغيرة متصممة حتى تلتحم بسطح هذا العدو، واكو هواي انواع من الاجسام المضادة واللي لها وظائف مختلفة شوية، لذلك الخلايا التائية المساعدة راح تقول للخلايا البلازمية شنو أكثر نوع من هاي الأجسام المضادة يكون مناسب لهذا النوع من الهجوم، فهنا راح تنتشر الملايين منها بالدم وتشبع الجسم، وبهاي الأثناء راح يصير الوضع بأرض المعركة أخطر، لأنه العدو راح يكون تكاثر بشكل هائل وبدأ يوصل مرحلة أنه يؤذي الجسم. وبالنسبة للخلايا التائية الحارسة تكون ذات قاتل بشراسة، وهذا الشيء راح يخليها تموت، وهنا تكون الخلايا التائية المساعدة ذات تنطيها أوامر أنه تقاتل بشكل أكثر شراسة وأنه لازم تبقى عايشة أطول فترة ممكنة، بس بدون مساعدة ما راح تقدر هاي الخلايا أنه تقضي على البكتيريا. وهسه راح يوصل حاجز الدفاع الثاني لأرض المعركة، بالتالي راح تنتشر مليارات من الأجسام المضادة بأرض المعركة وتقاتل هواية من الدخلاء، وهذا الشيء راح يخليها تتوقف أو تموت، وهم حتى تخلي البكتيريا هدف أسهل راح تصعقها بالبداية، ولأن ظهرها مصمم حتى يرتبط ويا الخلايا القاتلة هذا الشيء راح يسهل عليها عملية ارتباطها ويا العدو وبالتالي القضاء عليه، وهنا البالعات الكبيرة راح تكون فعالة بشكل خاص بابتلاع البكتيريا يلي ارتبطت بها الأجسام المضادة، وهسه تحول مجرى المعركة وبجهد جماعي تم القضاء على الهجوم، بس لحد الآن وهواي من الخلايا الجسم ماتت، بس هالموضوع مو كلش مهم لأن راح يتم تعويض هاي الخسائر بطريقة سريعة، وبنهاية المعركة صارت معظم الخلايا المناعية بدون فائدة وبدون رسائل مستمرة لتحفيزها، فش راح تسوي؟ راح تنتحر حتى لا تهدر موارد أكثر، بس بعضها راح تبقى عايشة يلي هي
ذكرنا اسمها بالبداية خلايا الذاكرة، حتى إذا نفس العدو هاجم الجسم بالمستقبل تكون جاهزة للمواجهة، وعلى الأغلب راح تقتله قبل ما نحس بالموضوع كله. وهذا كان شرح مبسط كلش لطريقة عمل بعض أجزاء الجهاز المناعي. مشاهدينا وصلنا وياكم نهاية حلقتنا، أنا إيلا وانتم دبيكم على صحتكم.